تخبط في الأوساط السياسية، تخبط مع الأحزاب، تخبط في المحاكم، تخبط بسبب أو جدل شائع أو جدل كل الناس عمالة تتكلم في موضوع إن المحكمة الإدارية العليا قررت إن هي تقبل النقد المقدم من أعضاء الحزب الوطني أو ما يسمى الفلول. ايه النقد على ايه؟ النقد ده بكل بساطة على الحكم اللي صدر من المحكمة الإدارية في المنصورة بأنه الناس بتوع الحزب الوطني ما يترشحوش في مجلس الشعب تاني. في المنصورة قالوا ما يترشحوش، المحكمة الإدارية العليا أخيرا مؤخرا قالت لا ممكن يترشحوا. جدل زي ما أنا قلت، ناس عمالة تسأل ايه اللي هيحصل؟ هل ده قرار نهائي؟ هو ده اللي احنا كنا عايزينه في الثورة؟ هو ده اللي احنا عايزينه بعد الانتخابات كانت 2005؟ هو ده اللي احنا بنتطلع إليه لمصر بعد كده؟ الله أعلم. الأيام اللي جاية طبعا هي اللي هتبين لنا، لكن ضيوف النهاردة هيشرحوا لنا الوضع أخباره إيه؟ أو رايحين لفين؟ الدكتورة نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الأستاذ زياد العليمي المحامي المتحدث الرسمي لشباب ائتلاف الثورة، صباح الخير. صباح النور. أهلا أستاذ زياد، بعد إذن سيادتك ممكن تشرح لنا، بما أن سيادتك المحامي اللي موجود في القعدة قانونا، بناء على إيه المحكمة الإدارية العليا أخذت قرار أنه قبلت النقد؟ طيب، يعني هو طبعا في الاول استاذ نهاد محامي برضه، بس المحكمه الاداريه العليا خدت القرار ده لانه ما فيش حاجه في القانون تمنع اي مواطن مصري من انه يترشح للانتخابات. والموضوع ما هواش موضوع قانوني قد ما هو الاراده السياسيه، انه يبقى في اراده سياسيه لمنع من افسدوا الحياه السياسيه في مصر من الترشح للانتخابات. انا ماجي، انا لو قاضي قدامي ملف قضيه واجي ابص فيه، انا ضميري هيروح ناحية ان انا المفروض امنع من افسدوا الحياة السياسية في مصر انها انهم يشاركوا تاني على الاقل في الفترة دي عشان نقدر نبني قواعد لدولة جديدة، وبعد كده يخشوا عادي ما فيش مشكلة. بس دلوقتي في مشكلة اكبر، انه ما فيش ارادة سياسية، ما فيش قانون اقدر امنعهم بيه. المجلس العسكري، ودي معلومة، عنده من قبل الانتخابات بشهر مشروع قانون جاهز للعزل السياسي. القانون فيه 16 صفحة بالاسماء مين اللي سوف يتم عزلهم، كل أعضاء الأمانة العليا للحزب الوطني، كل أعضاء لجنة السياسات، كل أمناء المراكز وأمناء المحافظات، كل أعضاء مجلس الشعب والشورى السابق عن الحزب الوطني. 16 صفحة بالاسم موجودين، وقانون العزل السياسي موجود في المجلس العسكري من قبل الانتخابات بشهر. القانون ده ما طلعش ليه لغاية دلوقتي؟ هو ده الموضوع. احنا متخيلين انه احنا الناس كانت طالعة عشان تسقط النظام، النظام لسه ما سقطش، النظام لسه بيحكم وعنده ارادة في ان هو يستمر بشكل اخر. وفي معركة، احنا في نص معركة، الثورة لسه في نصها. وبالتالي لسه ما صدرش القانون اللي نقدر نقول بيه انه مين اللي هيتم عزله ومين اللي مش هيتم عزله. استاذ زياد، اللي انت بتقوله ده انه ما زال اللي كانوا بيحكم زمان لسه ما زال بيحكم، ده رأي تمام، وأنا ممكن يعني أسمعه على فكرة في الشارع. تمام دكتورة نهاب، بعد إذنك، الرأي ده مقابله رأي تاني بيقول هل ممكن يكون سبب من ضمن الأسباب أن القانون لحد دلوقتي، قانون العزل السياسي لسه لحد دلوقتي ما طلعش، أنه القائمين على البلد في وجهة نظر بتقول أنه عايزين يبقى في توازن ما بين الاتجاه الإسلامي اللي طالع بشكل كبير جدا، وما بين استغلالهم لأنه في ناس لحد دلوقتي أو منظمين بشكل كبير في أنه هو يستخدم أعضاء الحزب الوطني اللي لسه ما يكونش ثابت عليهم أنه هم يعني أفسدوا الحياة السياسية. رأي حضرتك إيه؟ في الاول عايز اصحح حاجه، انا استاذه مش دكتور، يعني اوعدكم بالدكتوره عشان خاطرك. طيب يعني استاذه نهاد، انا اسف بس جدا، بس ما افتقتش على حد. مشرفانا في كلتا الحالتين، دكتوره او استاذه، حضرتك مشرفانا.
الجزء اللي حضرتك قلته ده رؤية سياسية للموضوع. ولو اتكلمنا على رؤية سياسية فكرة التوازن يبقى لازم نقول من أين أتينا بفكرة أن التيار الإسلامي هو اللي صاعد. يعني إحنا دلوقتي شغالين في الشارع وفي شيء بديع بيحصل. إحنا عندنا كتلة انتخابية داخلة للحياة السياسية ما انتخبتش قبل كده. يعني على سبيل المثال هديك مثل بمنطقة زي منطقة مصر القديمة. مصر القديمة دي كان بينجح المرشح فيها شاهناز النجار نجح ب3000 صوت. النهاردة مصر القديمة في الاستفتاء أولا فيها 200,000 صوت بعد ما الناس نزلت ببطاقة الرقم القومي، نزل الاستفتاء 100,000 صوت. يعني النهاردة بقى عندي على الأقل في كتلة 100,000 بني آدم بينزلوا من بيتهم بيروحوا لصندوق الانتخاب. 100,000 دول ما كانوش بيشاركوا في الحياة السياسية قبل كده، اللي كنا بنسميه الاعتراض الصامت، بمعنى انه مش لانهم جاهلين، لا لانهم شايفين انها في حاله فساد عام ما كانوش بيشاركوا. مزاج الناخب المصري النهارده لا يستطيع اي محلل سياسي او اي سياسي مهما وصلت قدراته انه يقول احنا رايحين فين. مزاج ما حدش يعرفه ومتغير جدا. على الارض في توازن ما بين القوى السياسيه غريب، بالعكس انت بتكتشف انه في قوى سياسيه مصدره نفسها على انها متقدمه، في الحقيقة لما نزلنا الأرض لقينا الناس كرهاهم تماما. يعني فكرة كل ما كنا لسه بنتكلم قبل الفاصل وكأن كل ما عدى على مجلس الشعب حتى من المعارضة الشعب المصري كره. ففكرة ان احنا نخلط ما بين القانون وما بين السياسة، فكرة ان انا عايز اعمل توازن او مش عايز اعمل توازن، ده موضوع الحقيقة مش دقيق قوي. لو رجعنا للقضية هنلاقي انه اللي حصل انه بعض الأساتذة المحامين عملوا قضية قدام القضاء الإداري في الأهلية بيرفضوا فيها القرار السلبي، اللي هو ليه اللجنة ما استلمتش أوراق المرشح، ما رفضتش أوراق مرشح الحزب الوطني. فلما في شق مستعجل وفي شق موضوعي، في شق مستعجل عشان يلحق الانتخابات وفي شق موضوعي بقى اللي بناخد وندي ونترافع وندي مذكرات وما عارف إيه، لما اتحكم بصحة أو عدم صحة قرار اللجنة بأنها أخذت الأوراق وطلع للإدارية العليا، الإدارية العليا طبعا أساتذة القانون الكبار، فبصوا في الموضوع فقالك لا القانون مش هنحكم فيه بالنوايا، ما فيش حاجة اسمها أنه كان منتميا للحزب الوطني. أنا عندي قانون مباشرة الحقوق السياسية في قواعد محددة بناء عليها أقبل الورق أو أرفض الورق. أنا ما عنديش في قانون مباشرة الحقوق السياسية اللي بيقول لي المنتمي إلى حزب سياسي ألف ولا ب أيا كان بقى موقفه أنا أرفضه. تمام. وبالتالي القاضي ما يقدرش يحكم إلا لو كان قدام منه قانون العزل السياسي. إنما في إطار القوانين الموجودة حاليا هنا ما يقدرش بقى. علشان كده قرار الإدارية العليا ينسحب على كل شيء وساب الموضوع في الشق المستعجل. عندنا الشق الموضوعي بقى لسه موجود عشان الناس ما تحبطش. يعني الشق الموضوعي اللي هناخد وهندي ونناقش ونفسر موجود. هتعدي الانتخابات، اللي هينجح هينجح، وهنا إرادة الشعب المصري مهمة جدا. اللي هينجح هينجح، طب أو اللي مش هينجح بناء على إرادة الشعب المصري. طب لو عدى حد الشعب المصري خدش باله منه كده وعدى، لسه عندنا حكم الموضوع إذا صدر بمنع أعضاء الحزب الوطني حتى لو عضو في البرلمان هتسقط عضويته. بس عشان الناس ما بقاش عندها إحباط أو أمل، إذا صدر قرار أو حكم المحكمة العليا في الموضوع بالعكس هتثبت عضويته. فإحنا لسه برضو عندنا أعضاء الفلول أو ما يسمى بالفلول هيبقوا موجودين في البرلمان بالقلم الرصاص، ينحبروا ينمسحوا بالأستيك. لو رجعنا للواقع السياسي، هستأذنك حضرتك سن صغير، اتفضل. انت معنى كده انك انت بتقولي لي انه هنمشي بهذا الوضع؟ ايوه. وخلاص الاعضاء الحزب الوطني خلاص كده كده هيخشوا مرشحين بالتأكيد، خلاص مرشحين. وخصوصا انك انت ما ينفعش تشيل من دلوقتي وبعدين تبتدي تقول ايه تعال ننزل تاني ندي الناس الفرصه انها تقدم من اول وجديد. صحيح. فحضرتك بتقولي لي قرار تقريبا شبه نهائي انه خلاص هنكمل ماشي. تمام. الوضع ده ولو انا عايز او عايز اطلع الشخص ده من الـ 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 من مجلس الشعب، الصندوق ممكن هو الحاكم في المرحله دي. لا انا قصدي ان هو خلاص وصل لمجلس الشعب. خلاص. انا بس باكد على المعلومه دي. اي اتفضل. ان انا عندي الامل لسه ان انا ممكن اخرج الراجل ده من مجلس الشعب. طبعا، لان المحكمه حكمها في الشق المستعجل. احنا عندنا في القانون في حاجه اسمها الشق المستعجل لما بقى مرتبطه بمدى زمني او في حاجه مؤثره او خطر هيحصل. فانا عندي الشق المستعجل اللي هو مرتبط بالمدى الزمني بتاع الانتخابات.
الشق المستعجل ما بيدرس الموضوع بالدقة والعمق، لكن بيدرس الحيثيات وبيدي قرار أول. تمام. فسواء القرار بالإيجاب أو بالسلب ده في الشق المستعجل، لسه القضية في المحكمة الشق الموضوعي بقى. تمام. فأنا عندي الشق الموضوعي ده هيشتغل وهياخد وقت، وياخد 6 أشهر، ياخد سنة، ياخد أكتر، هو شغال ما حدش جه جنبه، لسه القضية في المحكمة. إنما خرجنا من ده إيه؟ إنه الانتخابات في معادها، مرشحي الحزب الوطني موجودين، الشعب المصري هي كلمته اللي هتبقى العليا. وبعدين في الشق الموضوعي، طيب زي ما بقول لحضرتك، لو بقى حد عضو في مجلس الشعب، هنا عضويته متوقفة بقى على الجزء الموضوعي في القضية، هتقول ايه المحكمة في الجزء الموضوعي. بس اللي انا عايز اقوله لحضرتك انه القضية مش الموضوع مش هيمشي كده. يعني أنا الحقيقة مع فكرة العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني لأنهم ساهموا في إفساد الحياة السياسية، لكن مع فكرة أن يبقى عندنا لجنة أكبر ومحايدة وموضوعية تبصلي على كل من ساهم فهو أفسد في الحياة السياسية. يا حدش يقول لي أن أنا مشكلتي مع انتخابات 2010 اللي قعدت 35 يوم، لكن أنا مشكلتي مع برلمان 2005 اللي صدر عنه أسوأ قرارات وقوانين أثرت في الحياة المصرية الاقتصادية والاجتماعية بمنتهى السلب. هذا البرلمان كان فيه 88 واحد من الإخوان المسلمين، حزب الحرية والعدالة. نعم. كان فيه 11 واحد من القوى الوطنية الأخرى، معارض. تمام. من حزب الوفد وحزب التجمع، واعتقد الحزب الناصري ما كنتش غلطانة. طيب دول لازم نرجع بقى لمضابط مجلس الشعب ونشوف موقفهم كانت عاملة ازاي، لانه انا حياتي السياسيه ما كانتش واقفه بس على الحزب الوطني. يعني خلينا نحط الحزب الوطني احد المعايير، لكن حد ممكن ما يبقاش في الحزب الوطني لكنه افسد او شارك ولو بالصمت في افساد الحياه السياسيه. فالموضوع الحقيقه انا في تقديري اوسع من اننا نحطه بس على الحزب الوطني. انا عندي 88 واحد اخوان مسلمين من اللي هو دلوقتي حزب الحرية والعدالة، دخلوا مجلس الشعب باتفاق مع الحكومة المصرية، كانت قوتهم أو نسبتهم وزنهم النسبي في الشارع. كل المحللين السياسيين اتكلموا على 30 إلى 35 كرسي بحد أقصى. كيف وصل إلى 88 كرسي؟ نعم. ولماذا؟ ده سؤال. أنا لا أتهم حد، بس أنا عندي برلمان 2005 هو اللي حكم مصر 5 سنين وساهم بعمق بقى في ضرب الحياة السياسية وإفسادها. تمام.